قلب رجل واحد ومش خايفين من حدا. لفوق يا شباب شباب، اذا سمحتوا وسعوا الدائرة لفوق يا شباب يا شباب، لفوق لفوق رجاء 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 احنا اذا بدنا بارين يكون 100 يوم و120 يوم بتتاخر النساء وبتتاخر الاطفال وبتتاخر البلديات وبتتاخر الحكومه وبتتاخر المقاومه، وبعدين بنكون طار الاضراب طار الاضراب طار الاضراب. انا واحد منكم صغير، ولكن واعوذ بالله من هذه الأنا، توصيفي للحالة أننا تأخرنا كثيرا عن هذه الإضرابات حتى امتدت هذه الإضرابات. نبدأ بكلمة العم الباطل أبو لؤي، فأخرج كل ما في جبهتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة الأوفياء، أيها الإخوة الأماجد، هذه الرجال، الرجال مواقف، وهذه المواقف تصنع الرجال، وإن موقفكم هذا لهو موقف رجال يحسب لكم، هذا موقفكم لنصر إخوانكم الأسرى في سجون الاحتلال، لنصرة إخوانكم المضربين عن الطعام وقد مدى على إضرابهم أياما بل شهور. فبارك الله فيكم على هذه الوقفة الشجاعة التي تعبر عن حبكم للمقاومة ولرجال المقاومة. الإخوة المضربين عن الطعام بما فيهم ولدي لؤي، سلام عليكم وأنتم تقاومون السجان بأمعائكم الخاوية، سلام عليكم وأنتم تطالبون بحريتكم بأمعائكم الخاوية، سلام عليكم وأنتم تقاومون الحكم الإداري بأمعائكم الخاوية. أسرانا البواسل، كونوا عونا لإخوانكم المضربين عن الطعام حتى يتحقق النصر للجميع، ولا تفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا 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 إن الله مع الصابرين. ألف سلام وتحية إلى أسرانا جميعا وبدون استثناء، ألف سلام وتحية على شهدائنا ومنهم ولدي محمد الأشقر، ألف سلام وتحية على الشهداء الذين سبقوه وعلى الشهداء الذين لحقوه، ألف سلام وتحية عليكم في الخالدين، ألف سلام وتحية عليكم في الخالدين، ألف سلام وتحية عليكم في الخالدين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد.
أكبر ولله الحمد. ويا لؤي سير سير، يا لؤي سير سير، واحنا وراك للتحرير، واحنا وراك للتحرير. ويا ابو عرين سير سير، يا ابو عرين سير سير، احنا وراك للتحرير، احنا وراك للتحرير. تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر. في سبيل الله قمنا، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين عزه، وليعد للأقصى مجده، ولترك منهم دماء، ولترك منهم دماء. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لؤي سير سير، واحنا وراك للتحرير. يا سير سير سير، واحنا وراك للتحرير. قولوا لرجال الشابات، ما بترهبنا الاعتقالات. قولوا لرجال الشابات، ما بترهبنا الاعتقالات. تحيتنا بحرارة للأمعاء الجبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب وسعوا الوقفة، اعطوا مجال قدام الحجات، والدة، أهل، أحبة الأخ الحبيب والعزيز فينا لؤي الأشقر. إحنا يا جماعة الخير في الحديث، شباب توسعوا لفوق، توسعوا شباب، الله يوسع عليكم في الدارين. أتمنى على الإعلام معنا أن يأخذ صورة أكبر من جهة المتحدثين، وأتمنى على الكل رجالا نساء ألا يصطف أحد في أي مكان بعيدا عن هذه النقطة، فإنه موطئ يغيظ الاحتلال. صدقوني إنه موطئ، وعزمنا على الله أكيد، لربما فيه من التضحية ما فيه، لأن الاحتلال هذا اليوم، قولوا لي ماذا يوجد اليوم في الضفة المحتلة غير هذه الإضرابات النخبوية وبيتا ومسافر يطا. أتمنى على كل إخوة المحررين يكونوا في القرب لأضربوا سابقا، ليرى ومشايخنا وأحبابنا، ليرى هذا الاحتلال أننا اليوم بنعمة الحرية علينا، بنعمة الحرية بعد الإضراب عن الطعام. نحن لسنا متنافسين عمن يظهر أكثر في الكاميرا وفي المشهد، وإلا لربما أن نجلس مع أهلينا وفي بيوتنا أكثر راحة لنا. وفي هذه المواقف لا منة ولا أذى ندفع الثمن عند الاحتلال، فلا خضر عدنان ولا بسام الذياب ولا بلال ولا طارق ولا جعفر ولا سلطان من يحضر الآن، ولا ماهر الأخرس، ولا كل من أضرب سابقا ممن يحضرون الآن، ومشايخنا من مخيم جنين الأخ أبو صالح، ومشايخنا في السيلة الحارثية وفي عرابة وكفر الراعي وفي كل المناطق، ليسوا في نزهة ويدركون جيدا أنهم يتقدمون للواجب ويستعدون لدفع الثمن. ولكن إن كان الكرامة فيا هيحلا، فيا مرحبا بدفع الثمن في سبيله تعالى. هذا موطن يغيظ الاحتلال والكفار، هذا موطن
ليس فيه تدافع للأنا ولا للذات. هذا موطن فيه القامات، فيه العم أبو ياسين والد أحمد فني الحصان، فيه أهل جاسر رداد وأبو أحمد، فيه أهل معبدات صيد البطلة، فيه ذوي الشهداء والفدائيين كل باسمهم. ومن لا أذكره كل تأكد أنه سيلتمس لي العذر، لأن ذاكرتي البسيطة لا تحصر هذه القامات العظيمة من سبقت فضلا ودما وعطاء وأسرا. ولسنا في عرس لنذكر مثل الحداي كل الحاضرين، ولسنا في نقوط، ولسنا في تسابق للذكر، فماذا ينفع ذكر المخاليق عند ربهم، عند رب الخلق سبحانه وتعالى من رفع الشهداء والأسرى؟ من نحن عنده تعالى؟ يا أهلنا يا ربنا، هي رسائل أولاها للاحتلال، أولاها للاحتلال، هي صيدا، هي الجهاد، هو المقاومة، هي المقاومة. هذا حشد مبارك بسويعات نظم، بسويعات قليلة، بأيام بسيطة لبقية المضربين للؤي الأشقر. ما بالك يا ضابط المخابرات في أيام تمتد أكثر وفي مواطن أكثر إزعاجا لك في المدن وعلى الحواجز وفي الطرقات لمستوطنيك؟ هل تظن أننا سنسلم لؤي الأشقر وعلاء الأعرج وكايد لفسيسي ومقداد القواسم وهشام أبو هواش وعياد الهريمي وشادي أبو عكر؟ هل تظن أن دمهم سيكون رخيص على شعبنا؟ أقول لكم، والكلام ليس لكم، لهم هناك في 48، هناك في مراكز التحقيق والمخابرات والشباك والشباس، أقول لكم وأفسر لكم المشهد لأنكم يبدو أنكم صغار لا تفهمون المشهد جيدا. لربما الآن بضع عشرات أو مئات يتحركون في دورة والخليل وطول كرم وعنبتة ورام الله وجنين، لكن هؤلاء المئات إن استشهد أسير واحد سيتحول لمئات الآلاف وعشراتها، وسيحركون أمة بأكملها بل كل الأحرار. إنهم سينفجرون غضبا وثورة، حبا وجهاد، فلا تراهنوا على المشهد الآن، فلا تراهنوا على المشهد الآن. وأقول لزوجة علاء الأعرج التي تقول بكل مرارة ما معناه أن وجوه ذوي الأسرى المضربين أريقت مياه وجوههم؟ لا يا أختي، لا، إن من يحب يفعل كل شيء لمن يحب، وأظنك وأم علاء تموتون حبا وتوقا لحرية هذا القائد. إذا نحن لم نلتقه بالأسر ولم نتشرف به في ميادين الهندسة وهو مهندس، ولم نكن مثله في خيم حركة حماس وأحببناه هذا الحب العظيم، يكفيكم حب الأحرار والصادقين، يكفيكم لعلاء دعوات المخلصين، دعوات أهل الله
رب ذوي الشهداء والأسرى، يكفيكم هذه العظمة وما أعظمها من موقف ودعوات. أما أم كايد التي تتردد عليه هناك واليوم تمنع بعد أن أعيد تقييدا في الإداري، أقول لها لم يكسروك لا بكايد ولا بإخوته في الاعتقال الإداري، لكن عتبي على الإعلام الفلسطيني. رجوتهم وأرجوهم أن يزوروا جيدا هذا البيت. أأسف اليوم أن تسبقنا هآرتس العبرية المحتلة لتقرير مفصل كبير عن عائلة كايد الفسفوس، وتفسر لنا بالضبط لماذا لم يكن التضامن مع أنه فتحاوي عنيد له بحجم غيره وما سبق وما سيلحق. للأسف نصدح ونقول لكايد أخ واحد فقط من الإخوة اللي كانوا أربعة في الأسر، واحد اسمه محمود له 13 عاما في الاعتقال الإداري، لم تنبش عنه لا فضائية ولا صحيفة ولا مجلة ولا تلفاز، ولم تزر هذه الأسرة المتواضعة المسكن العظيمة التضحية. أحدثكم عن مقداد، أحدث حماس عن فضل مقداد وعائلة مقداد، أحدث الجهاد عن عبد الله القواسمي، أحدثهم عن باسل وحاتم أبناء العمومة، أحدثهم عن سيل الاستشهاديين من خليل الرحمن من آل القواسمي وفعل آل القواسمي، لكي يتذكر الكل واجبه مع هذه الأسرة. أحدثكم عن شادي أبو عكر أكثر من 15 عاما وربما 17 عاما، منها 13 عاما مثل ما بحكوها على جنب واحدة. أحدثكم عن عياد الهريم الذي يعتقل ويضرب ويتحرر ويعتقل ويضرب، وأحدثكم عن جاره محمد.